طيب نطلع على فكرة البريشر ريليف فالف. البريشر ريليف فالف الفكرة فيها إن لما الضغط يبدأ يزيد عن حد معين يعني زمرك هون دافش البيستون، والبيستون طبعا فيه له سيت مش مرسوم السيت، بس هو البيستون راح يقعد على مكان معين أو خلينا نرسمه هون. هي هون كأنه في سيت للبيستون، هون في سيت يقعد عليه. فالبيستون يكون قاعد على هذا السيت فمسكر الفلو، فيش فلو من هاي النقطة لهاي النقطة، ما ممكن يصير فلو. لكن لاحظوا هذا الاوت من هون له ثيكنس معين. فالبريشر لو بدا البريشر يزيد في هذا السيستم من هون راح يبدا البريشر يدفش البيستون على الزمبرك، الزمبرك طبعا دافش البيستون هون قاعد مكانه. البريشر لما يوصل كريتيكال بريشر راح يبدا هذا من هون هذا يوصل عند النقطة هاي. هذا اللي بنسميه كراكينج بريشر. ايش كراك معناها؟ ينشق ينكسر شيء، كراك سمثينغ. فعند النقطة هاي لما يوصل هذا البريشر الكريتيكال بريشر راح ارسم جنبه رسمة ثانية تبين النقطة هاي بشكل أوضح. فهذا هو الكراكينج بريشر وهذا البريشر ات فول بامب فلو. فول فلو وهذا في اللحظة اللي بوصل فيها الكراكينج بريشر في صار فلو بسيط هي هذا يعني هذا الخط في الميدان عند النقطة هذه عندي فلو سمول فلو وعند النقطة هذه وصلنا فول فلو. الآن لما بوصل هذا الكراكينج بريشر بتكون طرف البيستون هذا وصل عند النقطة هاي فبدا يصير في فلو بسيط جدا. وبعدين كل ما زاد البريشر راح يتحرك هذا البيستون ضد الزومبرك. طبعا الزومبرك ايش احنا بنقول عند كي في دي مظبوط؟ فكل ما زدنا الفورس عليه الفورس رح تعمل له ديفليكشن اكثر مش هيك؟ هي اف اف لسبرينج بتساوي كي في دي اللي هي الديفليكشن او كي في اكس. لما بوصل عند النقطه هاي خلص صار هذا فولي اوبن. فهذه الفكره اللي بتفرجيها هون انه البريشر ريليف بار ما له 1 بريشر له رينج اوف بريشرز حتى يفتح فولي. بيفتح في البدايه هون وبعدين لما يصير فولي اوبن عند هذه الزبره هون هاي النقطة بصير عندنا فول فلو. ففي عندنا تو بريشرز، في عندنا الكراكينج بريشر وبعدين عندنا فول فلو بريشر. دكتور كل من النقطة هاي النقطة هاي وصلنا احنا عايز بريشر بنحدد الكراكينج ولا الفول؟ هلا انا بعرفش الريتنج لما بيبيعوا هذا او بيبيعوا بيجي بقول لك هذا البريشر ريليف فالف. انا اي عمال بحكي عمال بحكي عن هذا البريشر او هذا البريشر انا عم مشهور عم مشهور. اوكي ايوه تفضل. البريشر بنقطع عن السيركت بس عند الفول فلو؟ هلا هو فعليا راح يحمي الدائره، هو راح يحمي الدائره حتى عند هذا البريشر. انا قصدي انه بنقطع البريشر بالكامل لما ايش عفوا؟ يعني بطل في على السيركت كلها بريشر يعني عندي لا لا البريشر رح يضل موجود، رح يضل موجود البريشر هذا يعني بس شو راح يصير؟ يعني هو خلينا نرسم الرسمه الهايدرو خلينا نرسم هاي الرسمه اللي موجوده هون، هي التانك هي اخذنا من التانك هون سترينر او فلتر. ليش بنحط فلتر؟ عشان اذا في شوائب هون ما تدخلش جوا البامب وتخرج. بعدين عندي هاي البامب وهي والبمب من هون تيجي على البريشر ريليف بامب. هي اخذنا هون الخط بعدين عندي هون بورت وهذا هون سبرينج تان. من هذا الخط ناخذ هيدروليك سيرفيس
هايدروليك سيركت او سيستم. هذا هون لاين وهي البامب وهي هون تانك وهي تانك من هون. نرجع للسؤال. هلا انت ايش بتقول؟ بتقول افرض هون البامب عند النقطة هاي بدأ يرتفع شيء وصل لكراكين بريشر. هلا في سبب ايش اللي خلاه يوصل لكراكين بريشر؟ ايش هو بده يكون؟ لسه نوصل لآخر في شيء هون مشكلة. مضبوط، في مشكلة صارت هون. إذا هلا مثلا في هون سلندر، السلندر مثلا في شيء اعترض مسار مش قادر يتحرك، فمش قادر يتحرك البامب لسه عماها تعمل بامبينج، بدل البريشر يرتفع وصل كراكين بريشر، ايش راح يصير؟ هلا انت اللي بتسالي السؤال اذا انا فهمته مضبوط، لما يصير في عندي كراكين بريشر ويفتح هذا الهون برد بهبط البريشر لزيرو؟ مش هيك سؤالك؟ اه مش هيك؟ اذا هبط الهون راح يسكر، فهو راح يستقر عند نقطة مناسبة، لأنه لو رد سكر راح يرد يرتفع البريشر ما دام البامب هاي شغالة. فأنا أتوقع إنه راح يصير راح يتحرك مسافة كافية بحيث إنه يضل في بريشر هون فاتحة الزومبرك. فاتحة سبرينج، لازم تدفش سبرينج النقطة معينة، يعني لازم يوصل نقطة ستيدي ستيت. ويضل حامي هاي البامب اللي موجودة هون. يعني لو كانت مثلا في سلندر وصلت لفولي إكستنشن. هذا. تمام. وصلت هاي سكرت، هذا الخط صار مسكر. هذا لسه عماله بضخ، ارتفع البريشر من هون. مظبوط؟ هلا اذا بدك اشرح لك اياها بالتفصيل شوف شو اللي بصير بالضبط. هذا هون في عليه عم برفع البريشر، مش هاي البريشر هون زيرو؟ زيرو بالنسبه للجيج، جيج بريشر. وهون رفع البريشر، صار في بريشر عالي. لما صار البريشر عالي هون دفش الزمبرك. الزمبرك فتح. بس الزمبرك ما راح يفتح مسافه كامله، راح يفتح مسافه قليله. وهي راح يصير عبرها فولتج دروب، مش فولتج دروب، بريشر دروب. البريشر دروب اللي راح يصير عبر هاي الفتحة الصغيرة اللي هناك مساوي للبريشر اللي ولدته البامب. اوكي فهمت كيف علي؟ فهون اللي راح يصير انت هذا السؤال اللي بتسأليه بتقولي طب ما هو هذا لما فتح خلى الليكويد هو فنزل البريشر لزيرو. هو في نقطة معينة راح يوصل عندها ستيدي ستيت، راح تكون هذه فاتحة شوية صغيرة، هلا احنا عارفين الشيء اللي بيفتح مسافة بسيطة شو بنعتبره؟ الفتحة الصغيرة جدا اللي مساحتها صغيرة شو بنسميها احنا؟ اورفيس. والاورفيس ايش راح يصير في عليها اذا في فلو عبر الرش؟ بريشر دروب. والبريشر دروب راح يساوي البريشر اللي اعطتني اياه البامب هذه. طيب افرض انا ارتفع البريشر شوي شو بصير؟ تفتح هي شوي من هون اه بزيد الفلو فبزيد البريشر دروب عبرها. اوكي؟ اطفي يا